وشوف نقولوا بكل صراحة، المشكل الوحيد اللي عندنا اليوم في الرياضة هو التدبير. ممكن نقول لكم بأن رشيد طلبي العالمي عنده تجربة ديال التدبير، ويمكن نقول لكم بأنه هو الرجل الصالح في على المستوى السياسي اليوم اللي عنده تجربة باش يدبر هذا القطاع، لأن هذا القطاع خصو تحسين في التدبير. أظن عنده رؤية رياضية سي رشيد طلبي، راه ما تنساوش راه جاي من مدينة تطوان، ومدينة تطوان هي مدينة رياضية محضة، وأن عنده تجربة كيف ما كان عدد من الوزراء عندهم تجربة، ولكن في نفس الوقت إذا كان خص أمور خصو يتعلمها غادي يتعلمها، لأنه هو قطاع كجميع القطاعات الأخرى اللي هو مهم، وأنه تكون واحد الرؤية مستقبلية، تكون واحد استراتيجية. وانا اظن بانه السيد رشيد طلبي راه كفء، وغادي ان شاء الله يجيب لنا واحد سياسه رياضيه في المستوى.